فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يشرع لنا أن ننفي حلول الله، هل يشرع لنا أن ننفي حلول الله سبحانه في السماء مع نزوله إلى السماء الدنيا في ثلث الليل؟ يا أخي قلنا لكم لا تسألون عن الكيفية، أثبتوا أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كما قال الرسول. كيف ينزل هذا اتركوه، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.